السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت سيدي وحق الله سبحانه وتعالى وحكم هذه النعمة، فقال من عمها من السيد أي نعمة الإسلام وهو رسول إلهي سبحانه وتعالى كريم أمة وسطة إلهي سبحانه وتعالى إلى هدومه دين تريسيه إن هنا قرب مبتئين وحاضرات الدين سمدنا موضوعا إن شاء الله تعالى سوف أذكر عليه وإلي نفسنا أمتنا الإسلام هو وقف رمضان وحاجة ليس هل بالليل هي ولي رمضان كتابك أبواك يصبح مليئا ولا إسلام لكن وعلى ليس من الإيمان تشوفه إباتا يكمل أم لا إباتا يكمل داي أيام يقول خرافات يوم ستر أي تحيانا إباتا يكمل داي في نظام تكالين أيام يوم خير موجنا لكن لا تبين الفرق من الحيات لك استقر برامي من تاريه هذا أدوك هذا ويالها أقوف إن هي تبعت بلغات في رسوم ما المسلم بين الغرس دل مسلمين وبينهم معايا أردتوا مركب حيكاي أردتوا حوالي بيئنا المسلمين هاي جوز الإلهي إروا مرقالي إنو بالقاري بيئنا كتاب الله بيوصى سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنو بالتاني سلاش مركب حيكاي ما حاعدت كيري وحاعدت كيري وحوالي ولا غيا أمد اللوبة يوم يلحق من دعي وكتابك الله سبحانه وتعالى روح الراعون إذن أيها المؤمنون نبي حيد عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وحني إن كتغي إلا النبي عليه الصلاة والسلام والله أفسده وحو إنه كتغي أو إنه حني إن كتغي لبشا يو هاداد قبصتان أيضا ولي اللمينين وكتابك إلهي إيا وحو يري سنة هايقا نبي عليه الصلاة والسلام سنة إيسا إذن أيها المؤمنون سيدك كليا أفتنك إيا إباتادا إيا قحرك إيا أمن الدردة إيا حتى أبارها الله بحكره وكتابك إلهي سبحانه وتعالى الله قبصده إلهينا وحليه سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله روحي عسكذا كتاب كيسا قبصدا وحلوها نوني روحاس وحو مري وضاد السحدة هيد وضاد السحدة اتشنادة تكتوى يتاسو تكتا تاس أيو الله سبحانه وتعالى إنو شيغي روحي كتابك إلهي قبصدا إنو مريو إذن إخواني في الله نبي عليه الصلاة والسلام وقت جيسيس وقت الصحابة تشوجن قول بل قال قرونتي كحكتي نبي جنا أيد نجوش ويسعتي مسلمين تشرف بشرف كالكوسي قارين إن أيجا اللو يماد أدين تودي اللو يماد إسكداية أيجا أيا وحي يورب إيو معركتي إيش يي إيو أدون كاسيس أو الحقاضية بينما مانتا انتي انغا لينو يمادو ليرهبين لينغا دادعيو وحياله ان جيرين دينتيني الى لينوغو يمادو دينتيني الى لينوغو يمادو لانه انغا ايا وحان مودين دد بدن با وحاي مودين دينتوبا ان اي وحينو ديميسو امام مالك رحمه الله ايا وحو يري لا يصلح لهذه الامه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمداً هذا الشوكته مكوها قاقيسو من أهبونا قيمنا كما يرانا يسو إلا وحي أمدي أقوه الرئيس أي قيمة كما يرتمو يلي أمدي أقوه الرئيس أي أمدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام تابعين تيسي يقرني يكدن بيهي
wixii ay ku hagaageen mooyeene ummadani wax kale kuma hagaagayso. Idan kitaabka loo soo dejiyey kuwaasi wuxuu ahaa kitaabka hadda shalfisyada inooga buuxa oo barakada aynu keliya u haysanno, laakiin ayagu camal fal bay u haystay. Kitaabka ayay ku camal falahayeen oo ruuxa suluuggiisa iyo akhlaaqdiisa ayuu bedelayey. Kitaabkaasina waa kitaabullah, waa kalaamullah. Haddaan fiirinno kitaabkan qiimihiisa, ayuha almu'minuun, wax aad iyo aad u weyn buu ilaahay na siiyey, laakiin ma aragno. Kitaabkan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala soo dejiyey, lawxul maxfuud ka soo dejiyey. Malaku Jibriil oo ammiin ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dhiibay nebi Muxammed calayhi salaatu wasalaam, oo khayru khalqillaahi ah, khalqiga alle midkii ugu khayr badnaaya ayaa lagu soo dejiyey. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam 23 sano ayaa kulla loo caayay, kulla loo silcinayay, kulla loo macnaha laisugu dayay in la dilo, intaas oo wax lagu kiciyey, intaana wuu sabrayay si uu risaaladan uu u guto. Qiimaha isagoo leh ayaa laynoo keenay, qiimaha isagoo leh ayaa laynoo keenay, waa kitaabullah. Sidaas ayuu ilaahay wuxuu yidhi, waa tibyaan likulli shay, shay kastuu caddaynaya, shay kasta ayaad ka helaysaa dhaqankeenni oo idil baa ku jira. Markaasay tahay qolyo kale inoo yimaadeenba waxay dhaheen, kan idinmaba habboono, iska dhiga meel, annaga ayaa aaraa iyo idin hayna, aaraadaa qaata. Ma kitaabkii nebiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey, Jibriil la soo qaaday, ilaahayna kalaamkiisu inuu yahay uu ku sheegay, ayaa intaanu meel iska dhignaa aaraa kale la qaata? Kaa hadduu wax noo tari waayo xaggee kaloon aadayna? Kaa hadday ummaddu ay isaga ku camal fali weydo, maxaa kaloy qaadanaysaa? Aaraa weeye iyo ahwaa inta kale ee la qaadan karay. Kitaabullah waa midka keliya ee ummadda jamcin kara weeyaan. Kitaabullah midka keliya ay wakhaasatan ummadaha qaar baaba u hoggaansan si in la hoggaamiyo u habboone. Innaga Soomaaliya haddaynu nahay oo mid kastaba uu madax gooni u yahay, oo mid kastaba goonidiisa uu yahay kii ugu fiicnaa, oo kii ugu caqli badnaa uu mid kastaba yahay, oo mid raaca haya ay matalan bay inuguba yar tahay, innaga wax isu keen keeni karaa horta oon kan ahayn maba jiraba. Kitaabka Ilaahay wuxuu cadaalad u samaynayaa innaga dhexdeenna, nafteennu cadaalad u samaynayaa, bal iska dhaafe xayawaanaadka ayuu cadaalad u samaynayaa. Xayawaanaadka ama kuwa yaryar ama kuwa waaweyn ha ahaadeene, dameeraha iyo eyda iyo quraanjada ayuu intaba cadaalad u samaynayaa. Kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaad u malayn bini aadamkii lagu soo dejiyey akhrinay, miyuusan kaafi ku ahayn? Walaa shaka walaa rayba inuu kaafi yahay. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu, xadhiggaa alle ku dhega, kitaabka Ilaahay ku dhega, cuskada isaga hana kala tegina. Niman waxaa la dhihi, niman laba qabiiloo la dhihi jiray, Aws iyo Khasraj, oo markii dambena ansaaru rasuulillaahi loo bixiyey, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan kaga hadlay, wanaaggoodana uu ku sheegay, ayaa waxay ahaayeen intuusan qur-aanka iyo kitaabka iyo diinta islaamku ayna u imanin, waxay ahaayeen dad caraba oo iscuno islaaya. Dagaallo waxaa dhex mari jiray ilaa 400 sano socday, wax quman oo laysku laayay oo la taaban karana ayna jirin, ee faraskayga faraskayga ka badiyey iyo wax noocaasoo kale ka bilowday. Wiilku intuu dhasho ayuu wuxuu ku barbaari jiray inuu ama heerkaas wax soo dilo ama isaga heerkaas ay dilaan. Waxay ahaayeen dad saasu cuna kitaabka Ilaahay baa u yimid. Deetana Allah subxaanahu wa tacaala xadhigiisi bay ku wada dhegeen. Deetana Allah wuxuu yidhi, waxaad xusuusataan
نعمة إله سبحانه وتعالى مرء قلبي إني سكيني أو ولا لا إني كدي إلا ولا لا ميدان هين كتابك إلهي بيكو ولا لو دتك أنت إسلينا يا أنت إسدلي شري مركي دمبة قلوب تادي قلوب هرت تجلع سبع نقطة أخلاق ذودينا أخلاق إسبد الشيء بالنقطة كتابك بدلي لأنه والله ضيع قوش هذا مركزي فهمين أو إلهي سبحانه وتعالى وكهنوني كتاب الله سبحانه وتعالى أي كورنتنا في الدنيا والآخرة أسجى إنه كورني لباتوينك يا قحر كويل بأسجى إنه كورني أبارات شرة بلايا شرة وحن عراد باشرة وح أيدي لي وعكوي على كتاب إله سبحانه وتعالى حتى أبارت سانو قبل حلاين هذين إنه كتاب إله قبصنا أسجى إنه شيء هي أو بلان A B C سمايا ساس أبارت كتاب حيسانه وإله سبحانه وتعالى كهليس وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا هرت استغفار تبديالي يرسل السماء عليكم مدرارا مرك استغفار تبديسان كل كورا على الدم بيقول لاف كدمنا سمدو أو الدرر سمدو إدين سود دجيني هذا هذا لان درر ربتين عن نقطنا ويمددكم بأموال وبنين عرور إيه حالة وقوبة دينيا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا أو صروح الرأي يسا قادنا إننا آيادا أكدن بينيو ولبنا أنقونا يمدكو أك استاقها إياه أيا أهم متك كليه أينكو بدبادينو أيها المؤمنون أمنيا أينو ويني إيا استقرارك إيا الدقناشي إنا قدتكي إيا قحوتي لماذا إيا نبكن كتابك إلهي بالله قبحيا إلهي سبحانه وتعالى هدينو حق عبادتي عابدنو نول الأدون وناكسن وسعادة هي مد آخر إنكو قالنو آدو قسي وناكسن بو إله سبحانه وتعالى إن الصينية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بو الله سبحانه وتعالى هو إله الرومي أن رومين طالس ظلم إيا الشرك كل أحضر كواس أمن بيليه أمني بيليهين عبسيدة إياه كتاكيس لأنه عبسيده روح إنا عبسيد قشو أو مركض دم عبسيدة سوحيا لبداً هدو روح عبسانا حتى عمتدى يوحي عنا هيو سيفي عنو ما عنا كري نولاشو يقوري وفي عنو دقيني هاي سيفي عنو ما دقنا كري أمني قوه الرأي أمني أنا إلا كتابك إلهي أصول نقنو وحاويان إبكو وشري كتابك إلهي أي إنو حاجيس أصول عرارينا إذن إخواني في الله وحالا إنك ربا وحوهيان إنه كتابك إلهي إيا صنها النبي عليه الصلاة والسلام أي نقاذن صنه وإنه عدين يا كتابك نبي عليه الصلاة والسلام أساق أي كتابك إنه في السرح أساق أي الله سبحانه وتعالى إنه أمري إنه نرعنه إنه كأمر قاذنه إنه نقدم بين هذا الكيسة لأن وحوهيان أساق يا كتابك القرآن كسنة يا كتابك القرآن كي ولا بد مستر لا بد إلاد أي نوحك قاد النوي لا بد إلاد أي نوحك قاد النوي سادت يا الله سبحانه وتعالى إن بدن إن غلها الله القرآن كي إنه رسولك عليه الصلاة والسلام ضعنو رسولك إنه ضعنو قال وحي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسولك وحي لي ما ضيقاته wuxuu idin ka celiyay idin ka joojiyay idin ka nahayayna ka istaaga rasuulka waxa lagu yiri qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uuni yuhibbukum allah ninaan jecleyn ma jiray inuu ilaahay jeclaado hadaad waxaad ku jiraadaaba leeyahay maxamedow hadaad ilaahay jeceshihiin aniga jeclaado oo raaca ilaahay marka idin jeclaanayay ilaahay waadiicu allah waadiicu rasuulay in badan quraan ku yiri إلهي الرسول كيسا أدعى إلهي الرسول كيسا أدعى هذا واحد سوق قبل نواب بن آدم بانهاي أراد أن ينوي كل دوان تاي أو إنه وحكوه الشين وينه أرنتم هاي حل قنيسا وحل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا شيء سوق قبتان أو إسكو أفهم ويدان كتابك إلهي يصنها النبي أعليا وكتابكم حكيري صنهم حكيري waxa laga yaaba in aad tiraahdo sunnaha iyo kitaabka qolo kasta waa sidaa u fasiranaysa
فسر كودا قل يهي فسره النبي يقول هلا راعنا كفها فهم كود او اها سلف الصالح نبي عليه الصلاة والسلام وحي خير أمتي قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أمد وحا أغو خير بضان أنيقا وقتي كان شوقب كدبنا كوه كوحيقا إيا قرنيقا كوحيقا وقرونتا أفرتا مذهبوات مقشن إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل إمام مالك إيا إمام أبو حنيفة أفرتبا سدح لها قرنبا يقالين قرونتاس سيدا أي وحلاو فسري أما لو فهم أيو فهم وياه سيأينا أراضوا إسكاكين رح قلدمين إذن هذه حتى تنازعني إيوه أن أوحليي حتى وحي أين كدو ذيني وحي أمباهني وحكالي وإلهي سبحانه وتعالى مهديسة من إنك بدلي كتابكو حدو روحك سيسكو ذينو بدلو أما أوحكا انحرافيو ما سمعنا أيوه سمعتها إلهي سبحانه وتعالى إنا نحن نزل الذكر وإنا له الحافظون الله إله لنا أيوه وهل كاس إلهي سبحانه وتعالى وينو بلان قاضي نبي عليه الصلاة والسلام راعتان كيسا أن أيها الإخوة وحلقا يا بروح نبي راعتان كيسا إن بذنبا محاضر أيها لكن نبي راعتان كيسا كليا معها إنه مثلا بروح محمد صاحبه نبي راعتان كيسا أخلاق ذوينات كالرعضة نبي عليه الصلاة والسلام أخلاقيا وينات كالرعضة وإنك لعلى خلق عظيم بل نبي قال له عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بالنبي وحل إيسو دريسان أخلاق ذو ناكسن أنو تامير أخلاق ذي نبي محايا هذو أين أتره نبي قوحو أهل الزوج قري بولها سيدابو قري جيسا ولا دقمي تشري عرور بولها سيدابو عرور تيسا ولا دقمي تشري نبي قوحو أهل قائد هو قامياء سيدابو أهو قامي تشري نبي قوحو قري تشري أو معناها علاقات للسمين تشري دضيو كلون حتى مسلمين هاي سيدابو للسمين تشري هشيسو سيدابو دعي تشري نبي عليه الصلاة والسلام لقن كيسا مركا لليها هل الراعو وأين الله كستك قدي عبادة ديسي سدوا عبادة يسنت شري أخلاق ديسي سلوك ديسي سياسيا حتى وأين النبي عليه الصلاة والسلام كقدينا بيع شراء هذا سمين يسوع وأين كقدينا عليه الصلاة والسلام إخواني في الله وما بهني وحيا ربنا قرقرنه كوب يا هلك هذه الله صادقه ولا ينوش يسنو عبناه كوب يا ما أنت هذه هلك الله يصادقه وإن كو عمل فلا أحاديث سيدا كوب كبيها لو عباية إيه شاكس قعنت مذيك تاكو قال كدي من أمرك العبايسة بسم الله ده كدي من أمرك أميستو الحمد لله ده ده تنسيدا أود بل كيكا مسكوش هذا لو شاكي هبكي ومسكوش أود الله مال أن لينوغ عدينين مالها بل وحيالا براي بدأه أو ريرك كليا كدحين كرا أيا لينو شاكي هبكي نو سمين لهي إذن نبي عليه الصلاة والسلام وحكسته وينو عدي مركو عدي صحابة نوحو يري إله يوم قرسي إله يوم خراتك أهو إنا نرنتي وذي يسو ديرتي قرسي إله يوم خراتك أهو إذن أيها الإخوة برشاد حتى علمي الديني وينو يري ووحا لغا يابا روحو إنو آل عيال كيس أقول الدلالو سيسقول يا جامع لك لو قبح لهاي أذكر أنا حلقة يا بينا ترى أنو علماء دكتور شراء عامان هاي وحبذا ما مسي بعدي أرنتون أرنت ساس ما كتاب كائن هوري على وينو وينو وضلنا سنة النبي هنا إنه وضع برنا وضع فلنا علينا جربا أخلاق ذي إنه وحلا ربعين إنه قصة لنا أخلاق ذي النبي سلوك كنا لقن كنا وحويدل إنه قصة لنا الربع نبي عليه الصلاة والسلام راعي تانكيس ساس أيا لينويري نبي عليه الصلاة والسلام لينويري وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم نبي محمد دتك واحد كهانوني نيسا أو تسي نيسا جد آد توسن جد توسن أو مستقيمة جد مستقيمة ويان وعلى الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا هذا النبي محمد عبد العذان وهانون تن وهانون نيسا ولا شك في ذلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام دتك عبد العي أيضا كل كورجيل شراء
oo jasiiradda carabta ee wax ka baxa kuma jirinba iska joogay ayay kitaabka alle iyo sunnaha nabiga qabsadeen kadibna maxay noqdeen laba adduunka quwadihii jira oo idilbaysaa u soo dhaafeen waxa istaagaa la waayey ninkooda ayaa halkii ruux baa wuxuu ka fiicnaa laga yaaba ummad idiloo innaga inuu ka fiicnaa qaarkooda muslimiinta wanaagsana xataa qaar baayac mushtaraha oo xataa wax kaloo cilmi badanoosa u aqoonin baayac mushtarnimadoodii keliya dadki usoo hanuuniyeen lianna akhlaaqdooda iyo ammaanadooda iyo wanaaggooda ayaa la arkay iyo nasay naasixa u yihiin kadib ayaa ummaddu ay ku hanuuntay أيها الإخوة إلهي سبحانه وتعالى وحو نقول دردار مياه إن أين راعنا الله رسول كيسا دكي ووناك سناهبك أراعينك إلهي وحو سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا كويه الرئي المهاجرون والأنصار مهاجرين إلى أنصارها كواس التقى والذين اتبعوهم بإحسان وإلهي كبري سبحانه وتعالى إنه ينقلهم كوا كوا الراعي سوانا أنا الراعي كواس الله سبحانه وتعالى وكره للنقضي جنوين بين ليه بالي سبحانه وتعالى كوا ونكسنا إهوري إيا كوا الراعي كوا الراعي إيه مركي ماشي مرين مرين أي مرين أي أين الدب ككيني وحيا لك النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد دين تبسان لو عدي لنك وحان أهين وحان ككينا أو دين تكسر لح في ذا أما لح كينا أما وحيا لبدع عليه ماذا فهو رد مردود ويأسل الوع لي ومردود عليه وحو لي مذو حال لي هاي كلام نحبه دين تبسان كوي عدهي نبي قال نوع عدي قرآن كان نوع دي وحنات كانت كلا دحبح عيال ليه ولا وحي لها بدع على إلى هذا ويا وحي لها بدع على إلى هذا ويا الله سبحانه وتعالى أمركم إلى أمر هايو أو مؤمنين تأمر هايين الرسول كالراعان وحال الربا إن الرسول ككلية الراعان ويسان أيجا هو ذو ذا يتروحي أيو كليين أين كل أحد درسانين وإن الدعضة إنبضا المسلمين تو إن إنبضا كبابئان وحي لها أن رسول كينا سمينين الله القرآن كيسا كشيئين إن يقاتن ده ترى وحيالها الله وقوب بدن يكمدهن وحيال الشركية حتى إن إليه مادين وحيال بدعة إن إليه مادين بدعون أيها المؤمنون ما هجارية عصب يا وحش بدعوا هو الدين تي وحكم ذا إن الحكم بده شوي مثال كذا نروح نقوم كريا صلاة ظهر وافرق عدود هداتي لازانو وآد بانو في عناية الشمبا ما كان لغايا وحان لين هاي لغاما أقبالي وحان لغايا ما ينو كيو لهذا أو أنو فاتحة يان أخرين ايا لأتنا ما رتساس أنو أخرين ايا متاسان لا أقباليني وحان لين هاي لما أقبالي اللي أنا أفروا ما نقنا رسولك انتا ينو شيء كو يستاق هالك انتا كلانا ويصور راعيسا انتا كلا أعماش أنا ساسو كلمة ويا لا إله إلا الله سو كلمة آذي آذو قيمة بدن معها meelan u haboonayn hadaan la timaado waxaan leenahay waad khaldanta waxa laga yaabaa ruux inuu ku yiraahdo oo hadda ma laa ilaaha illallah waad diidanta marka salaada galayna allahu akbar baan ku gala hada laa ilaaha illallah ku gasho ka war oo ku dhahmaya kada sheekh laa ilaaha illallah salaada lagu ma galo oo tiraani ma laa ilaaha illallah waad hada diiday ma laa ilaaha illallah mad laa ilaaha illallah mad diidine meeshana dhigaysa ma aha meesheedu sidaasan wax kasta la inoogu cadeeyay oo meel baa la inoo dhigay meel ayaa la inoo dhigay haday laba inta iska soo horjeedsadaan ay yiraahdaan wuxuu nabigii sameen jirin baanu sameynaynaa waxaan leenahay ka daaya arrintan arrin aboon maah daliil keena oo sunna saxiixa la imaada saas ayaa la leeyahay wa ilaa waxay noqonaysaa in ay dadku wadooyin iyagu iska jeexsadaan wadadii uu nabigu inoo jeexay سلف صالحنا مرن أيانا كسعنينا ألنا وحيد سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصاءت مصيرا وصاءت مصيرا ألا وحيد سبحانه وتعالى
رسول كان ننكي الله علوه وخلافة مركي أي وحكا استوى عدادين أو وددي أي مؤمنين مرين وداءنا هاي نمرا وحا ومريبا نفراء وقابينا نارنا وقينينا لأنه ملك المريب ما شاء مري أيانا كوها نونينين هل كاسو قصعنا ياو هل كيساسا نودينين إذن وددي الرسولك مري عليه الصلاة والسلام سلف صالحنا أي مرين وددى أي نمرين إن كتاقنا هوا وددى ويا أيها المؤمنون سلفنا صالح سيدا أي سنة أقادا شرين أما أي أقاد إستاي شرين هذا وحكا قادا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي وحيد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وروحد راعدا وحر إذين قرن كتابك يا سنة الراعة وحبد على إذنكو هلا إيمانين وابل إذنك كافي وحبد عها إذن ولا إنك كافي ما دام كتابك يكون قرآن يسوني هنا وكو يالو أي لعبة كوف فلانة مالك لا وحبها كر راذينو مالك لا وحبها كر راذين هدو أنتم نساء استاجو وحيالو مثلا ببدع أما الشركية لكل أقاقة وحلان هاي أرنتاس وحا كاقها بوني إن أصنها أد كتا قناتو لغا من أقبالي وحا كم ذا هدا وحا يركتابتو وحيا لها اللي إرادو سند قورياش أوكالي أو سيدة إسلام قال مثلا إسلام هان لغو نحضري أما اللي إرادو سند كامركو سوو وريغو شيخ بالبال لسو زياره نيا اما ادو كدغتا ابها ان سند غورو سميسو اتيراد مركاسان حس سمينيا اما اد رسول كيبا تيراد حس بان رسولك ودغيا سي ادو لو ديرسداي اما اتيراد مساج كانت ان سوغ نيمانو ايا وحانو سمينينا وح مثلا حتى وس الى رالكا هين او اه انت ان سكور نيمانو ايا نو مساجك كو تشبينينا ان ارين او نو كو مغعابينا وا ذكر الهي وحيالها أنه عاصوا إذن الله رسولكم مسامين صحابه مسامين تابعين مسامين تابع أتباع تابعين مسامين مسامين إنه هنا لأنه الدين تكون مجرته ولمن هذه الشركية هذه صورة حقالان ومن أخطر الشركيات كنوا يسكتون الحجران مارك الله حضرين يوحى لي هذا عبد القادر كن عونا لنا ويا عبد القادر كن عصمتنا كل قاسة معنى هذا هو ويا عبد القادر ونكالمنا أهو عبد القادر ونا إلال نحف ويان رسول الله ما لي من مجير سواك يجير من كرب الشداد رسولك إله يوم وح إكرين يا أو لباتوين كيكد القاضى يا أو علي كاسو هريم بتشربه وح كم إذا مثلا به مدد يا جيلاني أغثنا يا غوثو مدد ونص دق مدد جيلاني ونص دق يعني هي قرمة دق الناقو يموي نوغرغار غوثو غوثو لعدم بلوبحي غرغاريه وينايو وكم واش عبد القادر نوسو غرغار وحيالها صائد لي او غوثو لعدم الهي سبحانه وتعالى ميسو غرغاراهي وحيالها نوعا صو كلا اولي ببيد عمر كيهين كاسي دارن او اي شركي اي مضح الله قلال صحابته رضوان الله عليهم الهي ايات كيسا اي حديث تان نبي مين الافترين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيا مال المساج كسو قلي وهو أركي دات فردية أو وعبد الله بن مسعود مركع الله هو سحابي رضي الله عنه ولي سحابة دي باتشوك دات وهو أركي فردية أو قرور حيستا قرور حبي حيستا قعماكو حيستا قرور حس نبا أولانا يكبروا وقال سي قرور حيكون كبير سنة الله أكبر الله أكبر انت قرور رحو ترينيا صبحوا فقال سبحان الله سنيا لا اله الا الله ودا وصلى عليه عبد الله بن مسعود باويمد وهو اركي تكن الى اله رباني عابدان ولما التصبيح هي تهليشي وهي بضيان او يسو كالميستان يسو يمادان وهو يري ويحكم يا امه محمد وهو يري هوغينه خير امه النبي محمد ما أسرع هلكتكم ما هلا ديننا إينا هلك سنتان
maxaa ka degdegniisiye badniyey si durba ah maxaad u damacdeen inaad u halaagsantaan kolkaasu wuxuu yidhi haulaahi saxaabatu nabiyukum tawaafiruun asxaabtii nebigaaba qaarkood weli idinla jooga oo iyagoo badani weliba idinla jooga wahaadihi thiyaabuhu lam tabal wa aaniyatuhu lam tuksar nebiga calayhi salaatu wasalaam weli maryihiisiibaaba yaalloon baaliyoobin weelashiibaaba yaalla uu nebigu wax ku cuni jiray ku cabi jirayoon weliba aan kala jabin maca daalika wuxuu yidhi walladii nafsii biyadihi innakum calaa millatin hiya ahdaa min millati muxamedin aw muftatixu baaba dalaalatin wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ama diin diintii nebi maxamed ka fiican baad haysataan ama baab albaab baadi baad furaysaan albaab baadin baad furaysaan buu yidhi maxay yidhaahdeen raggii meesha joogay wallaahi maa aradnaa ila alkhayr waxay yidhi cabdullaahi ibnu mascuudow wallaahi arrinta khayr unbaan ula jeednay khayr unbaan ula jeednay kelimad ayuu ka tegay marka xigma oo khaalida ah wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud kam min muriidin ilkhayri lam yasub imisaa jirta buu yidhi mid khayr raadinaya laakiin aan asiibin kuwa dadka laynaya waxay rabaan khayr bay raadinayaan kuwa iskhilaafsan nin kasta wuxuu leeyahay qumanihiisa qoorta ugu jira oo khayr buu raadinayaa qolo kasta waxay rabtaa inay khayr hesho qolaha rabta inay baadi hesho weliba shaydaanku hadduu ku soo galo kuma odhanayo adu khayr ma rabtid adu khayr ma rabtid hawaduna waa waxun bini aadamka dunuubta waa laba weyn waa shubuhaad iyo shahwaad shahwaadku waa inaad matalan wax xaaraana u ruuxi fiiriyo wax xaaraana ku dhaco wax xaaraana sameeyo wax xaaraana cuno waa shahwaad wuxuu shahweynayo u doonayo waxaa jirta shubuhaad shubuhaadku waa wuxuu ruuxu iska dhaadhiciyey oo hawaa oo isleeyahay tan aad martay baa toosan saa darteed bay ummado badani ay waddada uga leexdeen idan saadan arrintaysa kuugu dhicin weliba waxaad daran baa la yidhi labada dembi shubuhaadka shubuhaadku ruuxu wuxuu ismoodayaaba inuu quman yahay laakiin ka shahwada ku dhacay oo dembiga ku dhacay wuxuu ogyahay inuu dambaabay wuu soo toobad keenayaa laakiin kan kale waxaa laga yaabaa inuu isyidhaahdo dembiba maada samayninoo adugu dadka ugu fiican baabad ku jirtaaba ayuha almu'minuun aliqtisaadu fi sunna khayru min alijtihaadi fi lbidca ubay ibnu kacab baa laga haya inaad sunnada ku gaabsato sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku gaabsato ayaa ka khayr badan inaad tidhaahdid waan ijtihaadahayaa oo waxaan isku dayahayaa dadaal oo deetana aad bidco ku dhacdo marka sababtoo sunnihii baa mada wada samayn karayn sunnihii baaba carriga ka badan isaga samay halkaa haddaad ka baxdo ood gurigaaga tagto inta aad sii socoto sunno sii same midna aynaan sugin oo dadku aad ay u sugaan deetana sidaa u ruux iskaga dhinto dowla islaamiya imanaysa kadibna sunnihii ayadaa dabaqaysa kadibna halkaasi arrintu ka wadaagaagaysa adiga dowladdaada islaamigiihi waa adiga gurigaaga iyo caruurtaada adigu dowla islaamiga gurigaaga ka samee oo sunnaha ku dhaqanta oo kitaabka isku xukunta oo labadooda qabsata deetana aniguna aan sameeyo adiguna samee walaalka kalena walaasha kalena ha samayso deetana dad quman oo shacab quman baynu markaa dhalinaynaa shacab quman baynu dhalinaynaa wuxuu yidhi nin baa wuxuu yihi raggii taabiciintaha ka mid ahaa wuxuu yidhi aabbahay wuxuuna dhihi jiray bi markaan soconno ilaa geedkaasoo ma aragtaan subxaanallaysta waqtiguu rabaa inuu ciyaalkiisa uga faa'iideeyo ilaa inta geedkii la gaadhaaya lasii subxaanallaysanaya geedkii markii gaalu leeyahay haddana geedkaa kale soo ma aragtaan intaynu ka gaadhayno waa la socda intaynu ka gaadhayno allahu akbar sameeye allahu akbar allah intaa lasii wadaya ciyaalkii buu tarbiyaynaya sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo allah subxaana wa tacaala kitaabkiisi buu rabaa inuu jeclaysiiyo idan ayuha almu'minuun sunnaha oo wax yar la khilaafaayey innagu wax badan maaba khilaafnay laakiin isagoo wax yar la khilaafaa xataa dhibaato iyo consequence khatara ayuu leeyahay falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrii an tusiibahum fitna oo yusiibahum cadaabun aliim buu alla yidhi subxaana wa tacaala ha ka digtoonaadeen waa digitaan ilaahay baa digay oo yidhi ha ka digtoonaadeen kuwa rasuulka sala allahu calayhi wasalam amarkiisa iyo sunnihiisa khilaafaya inay fitna ku dhacdo fitnada waxaa lagu fasiray zayqun fi lqalbi inuu qalbigaaguba uu
دين تكلم يا حضرين كقول عاد إلا سنية دين إيساي أما عذاب أليمة أو كقول نعو عذاب أليمة إنه كقول نعو دجال كي يحد واتجرن إيسان دجال كي يحد وحمزة وكل شيء ذي هي رجيسي ونبكى نبكى حتى سو جاري ونبى تاعي ماشي كده عادي وح صابت هذا أي قرآن كنا ويناشي وقل هو من عند أنفسكم ويري نبى تدو وإذا كان نفتينا مخالفة السمايان قال يا مال استأجي ولا يريني قال كشوب قال يه رماداها إلا يريني قال كشوب أو نبي ويري هذا أركتان annagu ay shimbiruuna kala dafayna soo dhaqaqina wa amar halka joog baa lagu markaas ay si xusni dhaniya ay wax arkeen gaaladi oo jabtay oo si yaaysa ka kasta waxa yiraahdeen gaalada jabtay ila kana war rasuulku halkan joog u inay yiri hada wuxuu waxa laga yaabay in istiyaadeen haduu joogayna yiri waxa ay wuxuu moodahay gaaladi inay nu xaga dhabar jabin ka ilaalno laakiin hada jabtay meesha laga soo yaacay خالد بن وليد او حق دغالكا اادي اادو سهلنا او في الاسلام والجاهليه اولي لغا رينن بالي اي حق دم كسو قال كدمنا واحد قرنيسان ماشي وخي كدحاي دوان اي وحي دهن سدان ارينتان او دحداي الله و خو تلماما ان اي تيارين تحقين نفتي نوي هل صنع الله خلاف ام سين انه خلافنا إمسا أيين كتمنينا إمسو رسولكو إنا أمرين ديدينا إمسا آيات قرآن كوعد عدو إنا فيرين إنيم ماشي سياسة دينو حرم نينا إنو مالا كتاب كان يكرر هذا إنو إنا حير يقر يحير بإنو سوى يساني حير كقويسكو ميل بو إنو تشوغا أو حتى اللوذي إسقبسطا وحالوغو حالينا يا حير رشيري تشيري haddii hata dig dhaco waxa lagu xalinayaa xeerar jiri jiray intaas oo sunnaynu ka kala talaabsanayna ila ay mahma ha sheegeen oo dhayn ila mahma ha la sheegay la yiri kitaabka ilaahay waa ino geynina kitaabka ilaahay waa cadaw bay qaar ko sheegay waa cadaw bay dhayn kitaabka ilaahay ino geynina inteen aan iska xeerkeena awadan laana kitaabku waxbu saa u kala goyn bay leeyahay أبو بكر رضي الله عنه مركي خلافة الله دورتي نبي عليه الصلاة والسلام لمشاديس واحد شري عيدا النبي بحيي وأسامة بن زيد مدح لوغا دغاي او ميل فق لو ديراي او دغا لو بخي انو عاد ولا سو دغا لو اسغو عيدانكي ان ولي بخي بو نبي دنتي عليه الصلاة والسلام كدم نبي قد مشدي سي وحي نقطي إن يدتك آذي هذا النحن وحي منافق هانا ومنافقي سكر صوب حصده قارنا يدتك دين تبقى النقطة مدينة يا وحي نقطي إن عبسي أي كشرتو عبسي إن أي كشرتو وحنا على مركا أبو بكر بوحي لجويري ولب ولبها بين كدي نبي قريدي سي أبو بكر بوحي لجويري أبو بكر وعيدا كان هديرين لأنه مدينة وحلقة يابا إلا صو ويرر أو حس لبات الدعوة وعيد أبو بكر عيدا الرسول كبحيي إن تشوتشيو هدي أي أيد أهل بكان ساو كلا دفع يسمى مجيليم مدينة هدي لدون هلا ويرر هلا قبصه لكن وحن إذا شيء يا أبو عيدا كرسولك صلى الله عليه وسلم إنه سن مرة به أنا تشوتشيني لأن رسولك أي أمري أن أيها الإخوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حير لو كان الدين بالرأي هدي دين تاني أي أنا وحي إلى تهاي نقول لها هي وحنا نقول أركا هدي سان نقول لها لكان مسح الخفين خفين وبالان جوربك أنا لما صحوي خوفين بالله يده هذا ما صح هذا كرك على جنب صحة ما أش كرك على جنب صحة هذه رأي هل يده هذا خاص على جنب صحة الهابي رأي هذا كوس عليه لكن رأي ما رسولك وسائي أصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حجر الأسود كلهم كضي كل كسوعين والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولا يوحنوك هايبي إن أظن لقحهم طهي واحد ضيبي كرتي واحد وحيالي كرتني مسجرين ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتكم هدانا أركي رسولك إلهي كلهم كان يلا كما ردهم كذين لقحنا وهدانا أركي رسولك وكلهم كان يلا كما ردهم كذين بإلانا لرحبا تاي لبنا إيمي يلي كرتين نعفنا إيمي تري كرتين لكن رسول كما أركي وكلهم كان يلا سو وين أصمي يو ساس وين أنا وانا أصمي يو والرسول كل راعي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلهي يا رسول كيسا وحبها كور مريننا إلهي يا رسول كيسا وحبها كتابك الله يسونا النبي رأينا كور مريننا أن أيها المؤمنون فعلوا ملينا يا ورقة بدن أن أيها يوسي ألو لليه باش سوچوش سو قابي مركا أنونا هذا هم بيبعي بالله وطيبة لكن وحن إن شاء الله تعالى كسو كوبيا عملك إلا أقبله لا بشر دي بوليه روح كستوبة عملك أتسامين يسلوا لا بشر دي كفير الإخلاص وحن إن إلهي درتي وسامين إلهي درتي إنا وسامين ودد عصر النبي سمييي الله سبحانه وتعالى درتي من أردت أسامين يا إني تاي إيا مدك لها المتابعة إن هذا رسولك كقد يانس سنها النبي عليه الصلاة والسلام باسدها إلهي باسدها يلي متابعة لينا لماذا الشرط ما لغربا الإخلاص والمتابعة عمل كستوء الثمين يسو لماذا الشرط كم ميزان ده تنوحة دوغتان لماذا هذه أين ميزان كاقو خلافه لعمل كاسين وسوحبك كتشرين يسكتش إلى هنا أقتصر وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم وحوي جسنايا سيدو هلك إنه كل مي جنة الفردوس الأعلى إنه كل مي إلهي إنه بركيه تجمع عينني إسمع تهنا شركي أقوه الرئي أقول الدنبيين الله إنه قمدقو كي أقوه الرئي إنه صعنا يا الله إنه قدقو علم فربدا أي عالم كإنه كلا إيمان إيسا إن شاء الله تعالى وحن رجينيا وطلب العلم علمك ولا طلبوي إنا إنه أوان كان يعرورتنا إننا ينفتنا بقى إنا إنه يسوك هالما يسنى إنا إنه كفا إذا يسنى علمي قاس أي علمه ذو ميلاها بضان إيه فقفقوا لي بينا وكينان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.